بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة حكايات حجاج بيت الله الحرام. في تاريخنا الإسلامي المجيد هناك العديد من الرحلات إلى الديار المقدسة، ويحكي فيها الصالحون ما جرى لهم من وقائع ومن أحداث غريبة وعجيبة. وإذا كنا من أهل الدنيا سوف نحكي الكثير من هذه الرحلات والوقائع التي فيها الكرامات وفيها الأنوار والإشراقات الربانية. وإن شاء الله تعالى اليوم نحكي عن قصة رجل من الصالحين في القرن الثاني للهجرة، كان يسمى أبا اليزيد البسطامي من بلاد خراسان. وهذا الرجل حسن إسلامه وأراد أن يستكمل أركان الدين، لأن كان الإنسان يعلم بأن الدين له أركان، لكي تسمى مسلم لابد أن تستكمل أركان هذا الدين، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الرجل أراد أن يؤدي مناسك الحج ليستكمل الركن الخامس من أركان الدين، وجاء قادما من بلاد خراسان اللي هي الآن إيران وما حولها بلاد فارس، وكان متجها نحو بلاد الحجاز إلى مكة المكرمة. وطبيعي أن السفر يقتضي من الإنسان أن يعد له عدته. أيام زمان لم تكن العدة كما هي اليوم. نحن اليوم في زماننا الإنسان ينخرط إما في تنظيم الرسمي للأوقاف والشؤون الإسلامية أو في تنظيم وكالة الأسفار، وبالتالي هذه الوكالة هي تقوم بكل شيء، بحجز النقل ديال الطائرة والنقل الداخلي، وأيضا حجز الفندق وحجز الأطعمة والأشربة وكل شيء. يدفع المال في الأول والجهة المنظمة تقوم بتهيئ كل شيء. أما أيام زمان فكان الإنسان يهيئ ذلك بنفسه. أول شيء يهيئه هو أنه يبحث عن الرفقة الآمنة، لأن الطريق خطر، في قطاع طرق، في مجرمون يتلصصون الناس. وأيضا عليه أن يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يجمع المال لينفق. الرحلة طويلة قد تستغرق شهورا وشهورا. ثم عليه أن يعد دابة المركوب، يعني إما ناقة وإما حصانا وإما بغلا، لكي ينقل عليه أمتعته ويركب عليه، ثم مجموعة الأشياء. فأبو اليزيد هذا لما أراد أن يحج اختار دابة قوية، وجمع مالا وفيرا يكفيه للذهاب والإياب، واختار رفقة طيبة، ثم صار إلى البقاع المقدسة. وهو في طريقه يسير ويذكر الله تعالى ويلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والحج أيام زمان كان فيه مشقة ومتاعب، إنسان محرم وممنوع من الماء والغسل، فتجد عنده ربما عرق شديد قد يتحول إلى قمل أو غير ذلك، ويكتفي بالطعام الشيء القليل، مشقة زائدة. ليس كفي زماننا، هناك رفاهية، هناك مكيفات هوائية، وهناك أمن شامل. أبو اليزيد لما تقدم من خراسان في اتجاه الحجاز، حينما وصل إلى منطقة العراق وجد مشهدا غريبا. وجد بأن القوم قد ضربتهم مجاعة خطيرة. هذه المجاعة كانت بسبب حروب واقتتال، وجاءت أيام الجفاف، فالناس يعيشون بالفقر المدقع. وجد الأرامل ووجد الأيتام ووجد الفقراء، فأراد أن يتصدق،
هو حاج يريد رضا الرحمن، أول ما يفكر به إذا وجد محتاج يتصدق، فبدأ يأخذ من ماله القليل ويتصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا. لكن الفقراء كانوا كثر، أعدادهم كبيرة، فصار يعطي لهذا وهذا حتى أنفق كل ماله. أصحابه قالوا له: يا أبا اليزيد، هذه الرحلة ربما قد لا تستطيع أن تستكملها، ما زال الرحلة طويلة وخصك نفقة كثيرة، لماذا تنفق كل هذا المال؟ المال إذا أنفقته ربنا قال لك لا تسرف، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لكن هو قال لهم: إنني ذاهب إلى ربي للحج، ولكني لما أرى الأيتام وأرى الفقراء وأرى الأرامل وأرى الدموع على وجوههم كأني أرى وجه الله تعالى، لن أتجاوزهم حتى أقضي لهم حاجتهم. فأنفق كل ماله، وفي الختام لم يبق له إلا الدابة، كان عنده ناقة يركبها والناس جياع، ففكر أنه يقوم بنحرها وتقطيعها لحما وأطعم بها الفقراء والجياع، ولم يبق له شيء سوى الجبة القميص الذي يستر عورته. أصحابه قالوا له: يا أبا اليزيد، صعب جدا أن تستكمل معنا هذه الرحلة، هي طويلة للغاية، ما عليك إلا أن ترجع، لن تستطيع الوصول إلى أرض الحجاز. فعلا شعر أبو اليزيد بحزن عميق في قلبه ورجع، رجع إلى 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 بلاده خراسان، وترك كل أمتعته تصدق بها، لم يبق له إلا القميص الذي يستر جسمه. وصل إلى بلدته في وقت متأخر، لم يرد أن يزعج أهل بيته يطرق عليهم الباب، فكر أن يدخل إلى المسجد. دخل إلى المسجد وشعر بالعياء الشديد، ولما جلس مد قدميه إلى الأمام وجلس يستريح، فإذا به يسمع صوتا يناديه من أعلى السماء، يسمى هاتف. هو الوحي انقطع، الوحي انقطع مع إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل صعد إلى السماء، ويوم كانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بكى جبريل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما البكاء يا رسول الله؟ يا جبريل، قال: لأنني آخر عهدي بالأرض، انقطع الوحي، ليس هناك وحي بعدك يا محمد، الوحي انقطع مع خير البرية صلى الله عليه وسلم. لكن بقيت ما يسمى بالهواتف، تأتي إلى أصحاب الكرامات، إلى أهل الله، إلى الصادقين في إيمانهم. أبو اليزيد لعله كان من هؤلاء، لأن الرجل كان قاصدا الحج ومع الرفقة الآمنة، وأبى إلا أن يتصدق بكل ماله على الفقراء والمساكين، وقال: إنني ذاهب إلى ربي، وإني أرى الدموع في وجوه الفقراء والمساكين، هنا توجد رحمة الله تعالى. لما دخل إلى المسجد ببلده متأخرا ومد قدميه، سمع هاتفا من السماء يقول له: يا أبا اليزيد، اعتدل في جلستك، ما هكذا يجلس في حضرة ملك الملوك. صوتا مرددا قويا جهوريا يقول له: اعتدل في جلستك، هذه الجلسة التي أنت تجلس فيها لا تليق بأصحاب المساجد، المسجد بيت الله. وهو كان متكئ على الحائط ويمد قدميه إلى الأمام، فإذا باليزيد يشعر بالخوف، ما هذا الصوت؟ هل هذه تهيؤات؟ فيسمع الصوت مرة ثانية: يا أبا اليزيد، اعتدل في جلستك، ما هكذا يجلس في حضرة ملك الملوك. أنا ذاك استوعب الموقف، لأنه كبير على قلبه ونفسه، لقد صار يجلس في حضرة ملك الملوك، وهنالك علم بأن الله تعالى قد تقبل منه هذه الصدقة وهذا الإحسان وهذه المبادرة، وجزاه الله تعالى بهذا الهاتف الذي سمعه في سويداء قلبه، والآن صار يجلس في حضرة ملك الملوك. أعظم مقام لأهل الله أن يوفقك المولى أن تصير جليسه.
أن تصير جليس الله لما تكون كثير الذكر وكثير الحمد وكثير التدبر في ملكوت الله، تصير من الجالسين في حضرته، حضرة ملك الملوك. لقد فرح أبو اليزيد وصار يمجد الله، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، لا إله إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بك يا الله. فإذا به يكرمه الله تعالى كرامة أخرى. ماذا رأى؟ رأى بأن عينيه فيها ضباب، رأى ضبابا في عينيه، ثم رأى وكأن هناك ستار أمامه، ثم يفتح الستار فيرى مباشرة الكعبة المشرفة من مقام مكة المكرمة. الله أكبر، هو كان يريد أن يسافر آلاف الكيلومترات للوصول إلى مكة المكرمة، ها هي الآن يراها رأي العين. إنه كان يريد أن يزور الكعبة، فالله تعالى قد أبصره إياها مباشرة وهو جالس في مقامه. فبدأ يمجد الله، لك المجد يا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فزاده الله كرامات، كلما تمجد المولى، كلما تسبحه، كلما تكبره يزيدك في الكرامات. فإذا به يرى كرامة أخرى. ماذا رأى؟ رأى الكعبة المشرفة تتقدم إليه حتى تصل إليه مباشرة، لم يعد يراها عن بعد عن آلاف الكيلومترات، لقد نصبها الله تعالى أمام عينيه. فبدأ يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما، وزد من زاره أو حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وبرا. ثم أراد أن يقوم ليطوف حول الكعبة، فإذا به يلمس الحجر الأسود، نعم إنه الحجر الأسود، يلمس بيديه ويستشعر بكرامته ولذته ومتعته. ومعلوم أن الحجر الأسود هو أول ما يبدأ به الطائف حول الكعبة، ومن قبله يشعر بتنعم في شفتيه. فقبل الحجر الأسود وقال دعاءه: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يطوف حول الكعبة فوجد بأنه جامد في مقامه، قدماه صارت جامدتان. أراد أن يقوم لكي يطوف حول هذه البيت الكريم لكنه صار جامدا، فيقول: يا الله يا الله. فإذا بالكعبة كما يقول في الرواية بدأت هي تتحرك حوله وتطوف حول جسده الفاني، فاندهش: ما هذا المشهد المروع؟ الكعبة تطوف حول جسده الفاني الترابي الطيني. فإذا به يسمع الهاتف يقول: يا أبا اليزيد، إن قلبك الخاشع، إن قلبك الطاهر، جعل الله تعالى الكعبة تطوف حولك. فإذا بالرجل يكاد يغمى عليه، ومن ثم فتح الله عليه فتح العارفين بالله. فبعد مدة لما خرج من هذا الإحساس الذي ملك قلبه وفؤاده، تمنى على الله تعالى أنه يسير إلى الحج فرصة ثانية إذا فاتته هذه السنة إن شاء الله السنة المقبلة. صار أبو اليزيد يعمل في التجارة والأشغال ويجمع المال من عرق جبينه، وكلما وفر قدرا من المال كان يخبئه ويدخره لموسم الحج المقبل. فقال: سبحانك يا جليل، تلك السنة كانت مباركة، فاض عليه المال، كلما ذهب إلى تجارة وكلما عمل عملا إلا وربح منه مالا وفيرا. فيأخذ شطرا يعيش به يأكل ويقتات، وشطر يدخره. حينما جاء موسم الحج وجد بأنه قد ادخر أموال طائلة كبيرة، فأراد أن ينظم أيضا رحلة أخرى مع رفقة أخرى، فاختار رفقاء طيبين وأعد دابة. وأصحابه قالوا له: يا أبا اليزيد، احذر مرة ثانية إذا وجدت الفقراء في الطريق أن تتصدق بكل مالك، تصدق بالقليل وادخر الكثير، لأنك في رحلة عليك أن تنفق عليك الطعام والشراب والإيواء والنقل. فقال: والله إذا وجدت الفقراء والمساكين في طريقي لأعطينهم من مال الله،
فإن أرادني ربي أوصلني إليه، وإذا لم يشاء عدت إلى بيتي. فصار في العام الثاني إلى الحج، وهو في طريقه وجد بعض الفقراء، كان يعطي المال والمال يفيض، هو يعطي بسخاء والمال يفيض، حتى وصل إلى الحجاز والمال لا زال عنده فائضا. فتعجب من أمر الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، مال وفير أعطاه المولى. فوصل إلى الحجاز، وهنالك وصل إلى مكة المكرمة، ودخل المسجد الحرام وأدى مناسك الحج. فلما عاد بعد ذلك جاء الناس لكي يهنئونه، قال لهم لا تهنئوني ولكن عزوني. قالوا له يا رجل اتق الله، لقد وفقك المولى للسفر إلى البقاع المقدسة، وأديت العمرة والحج ووقفت بعرفة وعدت سالما غانما، لماذا نعزيك؟ قال أنا ذهبت إلى البقاع من أجل الله، لكنني ماذا رأيت؟ رأيت البيت ورأيت زوار البيت، أنا لم أذهب من أجل البيت ولا زواره، وإن ذهبت من أهل الله، فإني وجدت الناس والصخب والضجيج، ووجدت الناس يتحدثون في الدنيا، فلم أجد ضالتي، إن هدفي أن أجد ربي. في العام الموالي أيضا أراد أن يعود للحج، فكان هدفه الأسمى هو أن يجد ربه. في العام الثاني لما ذهب وأدى المناسك رجع، أراد الناس أن يهنئونه، قال ليس بعد، إني لما ذهبت رأيت البيت وأخفى الله عني زوار البيت، لأن أول ما يشد الإنسان حينما يصل إلى البقاع المقدسة هو زوار البيت، سيرى العالم بأسره، جميع الجنسيات، سيرى العرب والأفارقة والأسيويين والأوروبيين والأتراك والفرس والروم والصين والهند، كل العالم ستراهم رجالا ونساء. فالإنسان ينشغل بزوار البيت، ينظر إلى وجوههم وحركاتهم ولباسهم، فأول ما رأى هو زوار البيت في العام الأول. لكن العام الثاني ربنا أكرمه فأخفى عليه زوار البيت. وفي العام الثالث لما ذهب قال الله تعالى أخفى علي حتى البيت، فلم أرى إلا رب البيت. هنا قال لهم لقد رأيت ربي جل جلاله، وهنالك شعر بالإيمان وشعر باليقين وشعر بأنه قد أدى المناسك، لأن غايته ليس البيت ولا زوار البيت، وإنما أن يرى رب البيت. كيف يراه؟ أن الله تعالى يفتح عليك فتوح العارفين، ترى جلال الله في كل شيء، ترى بأن الله موجود بلا مكان، ترى الله تعالى رحمته وسعت كل شيء، وتتنسم روائح زكية وطيبة وتستشعر بأنوار الله. رؤية الله ستكون في الدار الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم تلا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يوم القيامة. أما المشركون والكافرون هؤلاء لا يحظون برؤية الله، كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، كانوا ينكرون وجود الله، وكانوا يشككون في الإيمان، وكانوا يثيرون الفتن والشبهات، هؤلاء لا يحظون برؤية الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الإيمان واليقين فسيرون الله تعالى يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر. إلا أن أولياء الله الذين ملأوا قلوبهم بالإيمان وألسنتهم رطبة بذكر الله، هؤلاء يحظون بإشارات وبهواتف وبكرامات في الدنيا قبل الآخرة. أبو اليزيد شعر بأنه صار من أهل الفتوحات، فقال علي الآن أن أبدأ بالدعوة إلى الله، ولكنه ليس عالم، هو رجل عابد ورجل ذاكر، والعلم هو قواعد وحفظ وإتقان. فلما كانت السنة الميلادية يحكي أبو اليزيد وقعت له وقيعة غريبة، لما أدى صلاة العشاء في المسجد وأراد أن يعود إلى بيته مر على كنيسة، الكنيسة الكبرى توجد في أرض خراسان، كنيسة كبرى، ومر عليها فقال هؤلاء الناس يعبدون الله تعالى ولكن بطريقة خاطئة، يعني بالديانة المسيحية التي نسخت
نسخ الإسلام، ولكن ماذا يقول لهم؟ إنه لا يعرف شيء. تركهم وصلى العشاء في المسجد مع أهل الإسلام، ثم عاد إلى بيته لينام. لما وضع جسده المتعب على الوسادة إذا به يسمع هاتفا آخر يقول له: يا أبا اليزيد، يا أبا اليزيد، إن اليوم عيد النصارى، فاذهب إليهم في ديرهم وبلغهم رسالة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أبو اليزيد شعر بالخوف، إنه الهاتف الذي جاءني أول مرة في أول الحج، والآن هذا الهاتف ليس هناك حج، وقد جاءني لكي أبلغ. أراد أن ينام، قال ربما تهيؤات، فأراد النوم من جديد. ما إن طاب نومه حتى سمع الهاتف بصوت قوي جهوري يقول له: يا أبا اليزيد، إن اليوم عيد النصارى، فاذهب إليهم في ديرهم وبلغهم رسالة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. علم أبو اليزيد أن الأمر جد، عليه أن ينفذ، لكنه ليس عالم. لبس جبته ووضع عمامته وذهب إلى الكنيسة. المؤمنون يدخلون إلى المساجد، لا ينبغي أن يدخل الكنيسة، ولكن إذا كان هدفه من الكنيسة هو الدعوة والإرشاد والتوجيه والنصح فلا بأس من ذلك. فدخل إلى الكنيسة وجلس في آخر الصف. الكنيسة ليست كالمسجد، المساجد فيها الناس يجلسون على الأرض مباشرة القرفصاء، ولكن الكنائس فيها الكراسي. فجلس في كرسي متأخر، وكان الأب الراهب الأكبر كان يشرح للناس ما يتعلق بالعقيدة المسيحية، ويتكلم عن عيسى بن مريم عليه السلام، ويصف كأنه إله، الأقانيم الثلاث، الله والابن وروح القدس. ولكن لما رأى أبا اليزيد سكت، فقال له: لماذا سكت يا أبانا؟ قال لهم: لن أتكلم. كان الكنيسة كانت مليئة بالناس بالمئات. سكت للحظة، فقالوا: يا إمامنا، يا أبانا، لماذا سكت؟ قال لهم: لن أتكلم حتى يخرج ذاك المحمدي من بيننا، وأشار بأصبعه هكذا. فالناس التفتوا خلفهم فرأوا أبا اليزيد، رجل محترم ووجه خاشع، يلبس قميص ويضع عمامة. نظروا إليه وتأملوا، فقالوا لهذا الراهب: يا أبانا، وما أدراك أن هذا محمدي؟ لعله أيضا من أصحاب عيسى. قالهم: لا، إنه محمدي، وإن أتباع محمد سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أتباع سيدنا محمد بماذا يعرفون؟ صلاة المسلمين ركوع وسجود، وكلما سجد العبد لله رب العالمين وقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الله تعالى يرفع مقامه ويعطي علامة. منهم من قال علامة السجود هي العلامة السوداء تكون على الجبهة، ومنهم من قال ليست هي تلك، وإنما هي كما قيل: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذه العلامة، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فقالوا: أيها المحمدي، أخرج من بيننا. فقال: ما أنا بخارج. قال الأب: لن أتكلم حتى يخرج ذاك المحمدي من بيننا. قام له الناس: أخرج عنا. فقال: والله ما أنا بخارج حتى يقضي الله بيني وبينكم، فإني مأمور، أنا مأمور، لقد جاءني هاتف وقال لي: إن اليوم عيد النصارى، فاذهب إليهم في ديرهم وبلغهم رسالة نبيك محمد، وأنا من أمة الدعوة والتبليغ، سأبلغكم. فإذا بالراهب أراد أن يتخذه هزؤا، قال: هذا رجل يبدو بأنه ليس بعالم ولا فقيه، نأخذه لكي نتلهى به. فقال له: سوف أسألك، تريد تقتحم علينا كنيستنا وتريد أن تحدثنا بما عندك، سنسألك، إذا أجبت استمعنا لك، ولكن إذا لم تجب هل توافق أنك إذا عجزت عن الجواب عاقبناك عقابا شديدا؟ قال: موافق. وقبل أن يوافق تذكر قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا العلم اللدني، لأن العلم مراتب،
هناك العلم الكسبي الذي نقرأ في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات، نقرأ علما كسبيا، عندنا مواضيع وعندنا مداخل وعندنا فروع وعندنا ملخصات وحفظ وترديد، علم كسبي. لكن العلم اللدني هو من لدن الله، هو نور يقذفه الله تعالى على قلب المؤمن فيخرج من بين شفتيه غضا طريا، كسيدنا الخضر عليه السلام صاحب موسى عليه السلام، قال عنه رب العزة: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه، كل شيء من عند الله، لا هو ليس له شيء، فتوحات ربانية. تذكر قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فقال للأب: تحدث بما شئت. الأب كان داهية وكان خبير في علم اللاهوت. علم اللاهوت هو العلم الذي يتحدث عن كل الأديان، عن اليهودية والنصرانية والإسلام والبوذية والهندوسية والصابئة والزرادشتية والمانوية والمزدوكية والبراهمية، كثير الأديان هي بالآلاف. والمتخصص في علم اللاهوت هو يقرأ يفهم كل هذه الأمور. لكن أبا اليزيد رجل مسلم، رجل ذاكر، رجل عابد، لا علم له بعلم اللاهوت. فسأله الأب، قال له: ما هو الواحد الذي لا ثاني له؟ ومن هم الاثنان اللذان لا ثالث لهما؟ ومن هم الثلاثة الذين لا رابع لهم؟ ومن هم الأربعة الذين لا خامس لهم؟ ومن هم الخمسة الذين لا سادس لهم؟ ومن هم الستة الذين لا سابع لهم؟ ومن هم الثمانية الذين لا تاسع لهم؟ ومن هم التسعة الذين لا عاشر لهم؟ ومن هم العشرة الذين لا إحدى عشر لهم؟ ومن هم الإحدى عشر الذين لا إثنى عشر لهم؟ وبقي يقول كلام طويل. ومن هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ ومن هم الذين صدقوا ودخلوا النار؟ وما هو الشيء الذي يتنفس وليس فيه روح؟ كلام طويل هكذا. أبو اليزيد لا يدري لأنه ليس بعالم، فأخذ نفسا وكأنه سمع الهاتف الذي يحدثه كل مرة، سمع في أذنه قول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فأنطقه الله تعالى فقال: أما الواحد الذي لا ثاني له فهو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فحدثهم عن عقيدة الوحدانية أو الأحدية أو الصمدانية، الله الصمد، الصمدانية. علمهم من هو الله، الله تعالى ليس محتاج إلى غيره. أنتم تعتقدون بأن عيسى ابن الله وتعتقد مرة ثانية في الأقانيم الثلاث، والله تعالى لا صاحبة له ولا ولد، لم يلد ولم يولد. أعطاهم أول درس بالتوحيد. وأما الاثنان اللذان لا ثالث لهما، ربنا لما خلق البشر خلق زوجين ذكرا وأنثى، أبونا آدم وأمنا حواء. أما الجنس الثالث ما يسمى بالخنثى المشكل أو يسمى بالمثلي أو الشاذ جنسي، هذا كله أحوال مرضية، مرضية إما أن تعالج بالدواء وإما أن تؤدب بالقوة، لأنها إما انحراف أخلاقي وإما أمراض في الهرمونات. فلا ليس هناك إلا جنسان فقط، الذكر والأنثى، اثنان لا ثالث لهما. وأما الثلاثة الذين لا رابع لهم، قالهم دفناء القبة الخضراء. ففي المدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف هناك الروضة الشريفة، وهناك في القبور ثلاث قبور: قبر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبجواره أبي بكر الصديق، وبجوارهما عمر بن الخطاب، ثلاثة لا رابع لهم. عبر التاريخ يا ما طمع الزعماء والأمراء والسلاطين أن يدفنوا في هذه البقعة الطاهرة، لا أحد يدفن، لأن الله تعالى قضى. وبذلك ما يقوله خصوم أهل السنة من أبي بكر وعمر كلام غير صحيح، ما دام ربنا شرف مقام أبي بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأما الأربعة الذين لا خامس لهم، هم أربعة كتب سماوية ربنا أنزلها: القرآن العظيم المهيمن، ثم التوراة المنزلة على سيدنا موسى الكليم،
ثم الإنجيل المزلزل على سيدنا عيسى الرحيم، ثم صحف إبراهيم، إبراهيم عليه السلام، وقيل زبور داود. فقال هذه أربعة كتب لا خامس لها. فكل زعيم جاء بكتاب جديد وأراد أن يفرضه على الناس ولا يمكن. يا ما ظهر زعماء في التاريخ وكتبوا كتب وأرادوا أن يفرضوها على الناس فالكتب ضاعت ومات أصحابها، لكن الكتب المقدسة بقيت لأنها من عند الله. آخر ربما الزعماء كان الزعيم الليبي معمر القذافي في الجماهيرية العربية الاشتراكية العظمى، وكتب ما يسمى بالكتاب الأخضر، وظن بأنه سوف يقتحم العالم، ولكنه فترة زمنية وانطفأ. أربعة لا خامس لهم. وأما الخمسة الذين لا سادس لهم، ربنا فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، طلب منا أننا نلتقي به وأن نتواصل معه خمس مرات في اليوم بنظام وانتظام، وكل من زاد أو نقص مردود عليه. وأما الستة الذين لا سابع لهم، ربنا خلق السماوات والأرض في ستة أيام. اليهود قالوا بأن الله تعب فأراد أن يرتاح في اليوم السابع فاتخذه عطلة، فنزل قوله تعالى وما مسنا من لغوب، لم نتعب، الله لا يتعب سبحانه وتعالى. وأما السبعة الذين لا ثامن لهم، سبع سماوات طباقا، ربنا عز وجل خلق سبع سماوات. طبعا السماء ليس ما نراه الآن فوق رؤوسنا، ذاك يسمى الغلاف الجوي، وإنما السماء هي التي تقل المليارات من الكواكب ومن النجوم ومن المجرات، وفوقها سماء أخرى وأخرى وأخرى، سبع سماوات. كل ما وصل إليه البشر السماء الأولى فقط، ومن اقتحم السماوات السبع واحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. ثم قال والثمانية الذين لا تاسع لهم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هم حملة العرش، الله تعالى يجعلهم يحملون هذا العرش ويظنون أنهم يحملونه. ربنا قال اتركوه فتركوه فتهاووا فتمسكوا بالعرش فعلموا أن العرش يحملهم لا هم يحملونه، الله كريم ولا يحتاج لمن يقدم له خدمة. وأما التسعة الذين لا عاشر لهم، هم تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، كانوا مع ناقة في أيام زمان كانوا يفسدون في الأرض، وما رمز للإفساد، تسعة رهط يفسدون ولا يصلحون. ثم قال والعشرة الذين لا إحدى عشر لهم، هم المبشرون بالجنة. الإنسان لا يستطيع أنه يضمن لنفسه الجنة ولو يصلي ويصوم ويحج ويختم القرآن، لا يستطيع، لأن العبرة بالخاتمة، اسألوا الله حسن الخاتمة. لكن هؤلاء العشرة من الصحابة المكرمين بشرهم الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنكم من أهل الجنة، فهم عشرة لا إحدى عشر لهم. وأما الإحدى عشر الذين لا إثنى عشر لهم، هو أن الله تعالى خلق إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. أجاب أبو اليزيد عن الأسئلة وقال الذين كذبوا ودخلوا الجنة، كذبوا ودخلوا الجنة، أي نعم، هم إخوة يوسف، قال لهم لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وأما الذين صدقوا، صدقوا ودخلوا النار، قال لي اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، شهد بعضهم في بعض. ثم قال والشيء الذي يتنفس وليس فيه روح، قال هو الصبح، والصبح يتنفس. وأجاب أسئلة طويلة نظرا لضيق الوقت اختزلناها اختزالا، فأجاب بكل أريحية أبو اليزيد وهو يستحضر قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فلما انتهى من كل الأسئلة تعجب الناس، فتقدم أبو اليزيد إلى ذلك الراهب الخبير في علم اللاهوت، قال له أنا سأسألك سؤالا واحدا إن أردت أن تجيبني. قال اسأل ما بدا لك، هو بحر علم. قال ما مفتاح الجنة؟ يعني غايتنا نحن في الدنيا نتصارع، غايتنا أن ندخل إلى الجنة ونرتاح من عناء الدنيا ونلقى الأحبة وننعم بجوار الله تعالى، هذه الأمنية الكبرى، فما مفتاح الجنة؟ سكت الراهب ولم ينطق ببنت شفه. فالحاضرون والحاضرات وكانوا بالمئات قالوا له يا أبانا
تسأله كل هذه الأسئلة ويجيبك دون أن يتلعتم، وهو رجل عامي وأنت خبير في علم اللاهوت، يسألك سؤالا واحدا ولا تفهم ولا تستطيع أن تجيب؟ قال: يا أبنائي إني لا أعرف الجواب، لقد فهمته من دراسة المعمقة للكتب المقدسة، لكني أخشى البوح به، إن بحت به أمامكم قد أرى رد فعل معاكس. قالوا: يا أبانا قل لنا الحق وسوف نأخذ بكلامك. فإذا به يرفع صوته ويقول: مفتاح الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا مفتاح الجنة، لما تصل إلى باب الجنة هو مغلق، لما تصل ما هو المفتاح؟ الكود، يعني الرقم السري، أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تفتح لك الأبواب. افتح يا سمسم، تفتح لك الأبواب هكذا. فإذا بالناس كلهم قالوا: إذن هل نحرم من الجنة؟ فرفعوا أصواتهم بالتوحيد وشهدوا جميعا فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبدأ الناس يفرحون ويتعلقون، وأبو اليزيد وجهه صار يتلألأ وأساريره صارت تفرح، وقال: الآن حان الوقت لأبي اليزيد أن يعود إلى بيته ليتم نومه، وقد أدى الرسالة وأدى الأمانة. فكان أن فتح الله به قلوب الناس. هذا رجل بدأنا قصته أنه عامي، لكنه كان عابد وكان زاهد وكان ذاكر، ففتح الله عليه فتوح العارفين بالله. فلما سافر إلى الحج أعطاه الله تعالى هذه الكرامات. هذه الرسالة نوجهها لأحبابنا الموجهون أو المتوجهين إلى البقاع المقدسة، إلى مكة والمدينة وإلى المخيمات منى وعرفة ومزدلفة. أقول لكم أيها الأحباب الكرام: لا تنتبهوا إلى زوار البيت، ولا تنشغلوا بالمآتر، انشغلوا بوجود الله، انشغلوا بجلال الله، إن أنتم قاصدون وجه الله. وسوف ترون بأن الله تعالى إذا تقبل منا ومنكم سوف يفتح عليكم فتوح العارفين بالله، سترون أشياء لا يراها عامة الناس. الله تعالى يرفع لكم ستار الغيب، وترون البشائر وترون الكرامات. واتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، والحاج هو من خاصة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من عباده الراشدين، وأن يبلغنا تلك البقاع المقدسة، ويجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وتجارتنا لن تبور. قولوا معنا جميعا آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا في الله، يسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، نبدأها من إقليم الصويرة. معنا للا فاطمة الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا فاطمة الزهراء. مرحبا بنتي. بغيت نقول لك الدعاء معايا، أنا كفيفة. الله أكبر. الدعاء معايا، وبغيت نتقيد في واحد التكوين، وبغيت لي يعاونني المصاريف ديال المركب، وداك الشيء كان تيسمعني شي واحد. إن شاء الله بنتي فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء، شحال العمر ديالك حاليا؟ 25 سنة. تبارك الله في الشباب ديالك، تبارك الله. وكيفاش بنتي فقدتي البصر؟ زاديت ما كنشوفش. لا إله إلا الله. وخلال المسار ديال الحياة ديالك، واش مشيتي للمدرسة، قريتي شي مؤسسة؟ لا. هاد 25 سنة كلها، هاد المدة كلها، يعني اش كنتي كديري بنتي؟ تعلمتي شي حاجة تكوين معين؟ كان الرسم وموسيقى. مزيان. ودابا الان بغيتي ديري شي تكوين؟ بحال اش مثلا؟ نيت في الموسيقى. الله يسهل عليك اللي فيها الخير يا ربي يا كريمه بنتي.
انت دابا ان شاء الله بغيتي مساعده الناس اللي هما بحال الشكل ديالك بنتي، هما مكفوفين ومكفوفات، درنا لهم واحد الطريقه سهله باش يحصلوا على المساعده. هو الان انتظموا في واحد الموقع سميتو قناه شجره امل للمكفوفين. غتمشي للمحرك البحث وغتكتبي شجره امل للمكفوفين، وغتشترك القناه ديال فيها بزاف ديال الفيديوهات ديال الشباب والشابات اللي هما في وضعيه صعبه واللي هما فاقدين البصر. وغتلقي الهاتف ديال المسير ديال القناه الاخ جواد، حتى هو راه كفيف ورجل خدوم، غيقول لك غدير لينا واحد الفيديو يعني باش نتعرفوا عليك اكثر بالصوت والصوره. واحد الفيديو في 3 دقائق غتقولي انا فاطمة الزهراء من اقليم السويرة، عمري 25 سنه، وبغيت نجدد الحياه ديالي، ظروفي العائليه صعبه وبغيت شي واحد يساعدني، ها هو الرقم الهاتفي ديالي، ها هي شي شهاده اثبات ديال انك فاقد للبصر. والاخ جواد راه كيفهم في هذه الامور، وغادي يوضع لك الفيديو ديالك في 3 دقائق مختصره، وان شاء الله تعالى غتنالي المطلوب ديالك، غتنالي المطلوب، الحاجه اللي انت هي مؤهله فيها وبغيتي تخدميها، ان شاء الله تلقي اليد المساعده. وجميل جدا انك تنتمي لهذه المجموعه باش تكوني في الجروب معهم باش كيوجهوك، هما اغلبيتهم كيحفظوا القران، هما بداوا هذه العمليه كلها بداوا بالقران، بداوا بحفظ كتاب الله عز وجل. كل واحد واللي بداتها واحد الشابه الله يرحمها يوسع عليها الرحمات، واحد المراه مجاهده هي من اقليم الشاون، هي فاش بدينا البرنامج سنين هذه هي الاولى كانت كتواصل معنا وكانت كتقول شي كلام كله حكم وكله ضرر، وحنا كنسحبوها شي عالمه من العالمات، وهي غير سيده اللي كتعيش في الباديه وفاقده للبصر، وكانت كتغسل الاموات وحافظه القران. بدات الفكره وكانت كتقول للناس شكون اللي انتظموا لحفظ كتاب الله، وايضا للانس، الناس اللي هما مكفوفين كيكونوا كيشعروا بالوحده، كيشعروا بالانعزال، كيفاش ممكن يندمجون تكون اصدقاء وصداقات ويتحاوروا بعضياتهم، فكونوا واحد الجروب فيما بينهم. ثم جاءت الفكره ان هاد الناس كيعيشوا في وضعيه صعبه خصهم المساعده، شكون اللي غادي يساعدهم؟ طبعا نحن في الاذاعه المساعده داخل الاذاعات هي غير مرخص لها من طرف الهيئه ديال السمع البصري، ولكن غير مره كنحاولوا نديروا بعض التسهيلات، لكن عن طريق هاد القناه ممكن ان الناس كياخذوا المساعدات، وحنا كندير لهم نعرفوا بهم، واهل الخير راه كيتواصلوا مباشره مع القناه وكيتواصلوا مع المعني بالامر وكيشوفوا لي فيديو وكيعطوا المساعده المباشره لمن يستحق المساعده مباشره بلا ما يكون تشي وسيطه نهائيا. والحمد لله لحد الساعه يعني معظم هؤلاء اللي هما فاقدين للبصر الحمد لله كانت مساعده مهمه، كاين اللي كان مريض وعطاو الدواء باش يتشافى، كاين اللي بغى شي مشروع اقتصادي داروا لي شي محل ديال البيع والشراء، كاين كاع اللي تجمعوا داروا لي سكينه باش يقدر يسكن، عنده وليدات وعنده ظروف صعبه، كل واحد وربي كيسخر ليه. فبغيتك ان شاء الله بنتي ديري هذا العمل، وفي القريب العاجل غتلقاي التاطير والتوجيه والمساعده وكل شيء. كنعاود نذكرك هي سميتها قناه هلال للمكفوفين او شجره امل للمكفوفين، وكاينه كذلك شجره نور للمعاقين ديال الاخ السي محمد من الخميسات، حتى هو دار قناه خاصه بالمعاقين حركيا اللي هما كيعانيوا من ظروف صعبه وخاصهم المساعده، يعني غير مسموح بتقديم المساعده والاموال داخل الاذاعات، ولكن الامر كيكون ربما شبه مباح عن طريق هذه القنوات اللي هي عن مواقع التواصل الاجتماعي. الله يحفظك بنتي فاطمه الزهراء، والله يشافيك ويعافيك، وان شاء الله دابا نتواصلوا باذن الله، وان شاء الله نفرحوا بك وتنتمي لشي مؤسسه او شي تكوين يكون فيه النفع في الدين والدنيا، وتكون ان شاء الله صالحه مصلحه، ونحضر لك ان شاء الله الزفاف الميمون، واحد العدد ديال الشابات المكفوفين والشباب المكفوفين الحمد لله راهم تزوجوا، وكاين اللي دابا عايشين اسره طيبه وعطاهم الله وليدات، وحنا كنواكبوا هذه الحركه، نكونوا دائما اخوه متحابين، القوي منا ياخذ بيد اخيه الضعيف، وراه كاين الخير وكاين اهل الخير وكاين اهل الاحسان وكاين اهل الفضل، الله سبحانه وتعالى
لا يترك أي مكان إلا ويجعل فيه من أهله وخاصته. حفظك الله ورعاك بنتي. نتحول إلى إقليم منقرير، معنا السي عبد الإله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أكدر عمي الحاج. الحمد لله مولاي، بارك الله فيك. كدير مع صحيحة. ولله الحمد، جزاك الله ألف خير. تحية لأسرة جميد راديو. الله ينورك بنور الله. وتحية لسامي خويا اللي في الإخراج. يا مرحبا. على داكشي اللي كيقدم لنا، والله يحفظ لي صحيحته وضو بصره ويحفظ لي الله تعالى وليداته. اللهم آمين أخويا. والله يحفظ صاحب الإذاعة السيد المدير. اللهم آمين. على حسن الضيافة ديالو، وهذا الحمد لله هذه الأخت اللي دازت إن شاء الله راه غتلقى السي جواد رجل طيب. إيه. والحمد لله غادي ياخذها بعين الاعتبار. إن شاء الله. وعمر شي واحد ما عيط وسد عليه الباب ولا قال لا ولا عاد كنتكلم معاه اليوم وكنا غادي نتواصلوا معاك. إيه. وراه فرحان بزاف سي جواد ملي كيدير الخير مع الناس ومسكين بالطيب وبالأخلاق. الحمد لله. صراحة هذه أشهد بها أمام الله. هنيئا له. وهنيئا لجميع المكفوفين والمكفوفات والحمد لله. كما قلت السي طيب تكلمت اليوم على الشوق ديال الحج مازال مستمر ان شاء الله. اي نعم. والله يا ربي تبلغنا شي حجه ان شاء الله كرامه من عند الرحمن يا رب. امين يا رب. يا ربي تبلغنا شي حجه كرامه. كنقول للاخوان غير صبروا، راه اللي كيصبر ربي تيجازيه، راه اللي كيصبر ربي كيكافيه. والله الا دازوا علينا المحن الا قلنا هذه الاخره لينا، وحتى ربنا عز وجل يفتح باب على مصراعيه. سبحان الله. تبقى واقف وكتشوف كتقول سبحان الله. غير الانسان بشر يصبر، والدعاء الدعاء الدعاء، إن الدعاء مخ العبادة. أكيد. ويختلي مع ربه ويكثر من الذكر، والصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعوض هو ما كان كيشد هو غادي يولي يعطي. وكين الكرامات الحمد لله، وكين أهل الخير، ونتمنى هاد العواشر المباركة تدخل على جميع المسلمين والمسلمات. وفي جواد راه كنبغي نناقشك واحد الموضوع اللي هو كان هز واحد الهم كبير لهاد الإخوة المكفوفين المتزوجين عندهم وليدات. إيه. قال لك الا تواصلت في الاذاعه ان شاء الله تعالى نطلب من اهل الخير يتواصلوا مع هاد الناس اللي عندهم وليدات بالضحيه ديال العيد، ان الثمن كتعرف عمي طيب غالي بزاف الحمد لله. الاسعار مرتفعه مرتفعه شويه. واللي اهل الخير واهل الاحسان اللي بغى يتعرف بالقناه راه يتواصل مع السي جواد ويسول على هاد الناس اللي عندهم وليدات، وبغى يفرح هاد الوليدات ديال هاد المكفوفين اللي هما معاقين، وبغى يدير شي عمل ديال الخير. السي جواد راه ديما في خدمه ويتواصل معاه وكيعطي الارقام لهذا لهذا، والحمد لله كاينين اخوان يستحقون المساعده. وانتم عمي الطيب الحمد لله انتم واخذين المبادره الحمد لله وكتساعدوا على قدر ما استطعتم. بارك الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم علينا خير الجزاء. بارك الله فيك. بغيت نسولك عمي الطيب الله يجازيك بخير. نعم. الانسان ملي كيدخل بنا دير لنا واحد الحلقه ان شاء الله، الا كانت من هنا مكتب والا كانت من الدير المقدسه ان شاء الله تعالى نتابعوه ان شاء الله. الشوق من جوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يكونوا حلقات ان شاء الله، وانت ديما معنا بالقلب ديالك الطيب وبالاخلاق ديالك. الله يحفظ لك تعالى وليداتك. اللهم امين. يحفظ لك الله تعالى الذريه ديالك. السؤال عمي الطيب، غير ملي كتمشي كي واحد الصديق ديالي كيدق عليا مثلا مع الفجر تقريبا، كنتوضا وكنمشي ما كنصليش ما كندركش باش نصلي باش ندرك مع الجماعه. نعم. واش الا بقى معايا الوقت نصلي تحيه المسجد والنوض نجيب جوج ركعات ديال رغيبه الفجر؟ نعم. هذا السؤال الاول عمي الطيب. إيه؟ والسؤال الثاني بغينا دعاء القنوت ملي كيسكت الامام في ديك الثواني المعدوده ديال الركعه الثانيه في صلاه الفجر. نعم. بغينا نعرفوا داك دعاء القنوت. الله يجازيك بخير. واخا سيدي. والله يجازيك بخير عمي الطيب، والله يحفظ لك عائلتك ويحفظ لك الله تعالى وليداتك. بارك ونخلي فرصه للمستمعين لتذكير، الله يجازيكم بالف خير. اللي بغى يدخل لشجره قناه هلال شجره امل للمكفوفين غيدير محرك البحث، غيدير محرك البحث وغيدير معاناه عبد الإله بنقرير ولا باقي الاشخاص الاخرين اللي قدر على شي حاجه الله يجازيه بالخير. واللي من تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. والله يجازيكم يا عمي الطيب، وسمحوا لنا بزاف عواشركم مباركه. بارك الله فيك عمي. السلام عليكم. بارك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وجوابا على هذه الاسئله، اول حاجه الانسان اللي كيفيق مع الفجر وكيصلي الصلوات في الليل هذا هنيئا له، ماشي هو اللي كيفيق بالليل، وانما الله تعالى اذا احب عبدا أقامه بين يديه. ومن أعظم الأعمال الخطى إلى المساجد في ظلم الليل، هذه أعظم الأعمال التي يحبها الله تعالى، تكتير الخطى إلى المساجد في الظلم، يعني كاين الظلام ومع الفجر عنده أجر وثواب كبير. إذا دخلنا إلى المسجد هو لابد أننا نصلي رغيبة الفجر
فرديا كل واحد منا كيصلي على غيبة الفجر فرديا ركعتين، الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. هذه كتسمى رغيبة الفجر، كتكون سرا وكتكون خفيفة. وكنجلسوا كنتظروا خروج الإمام من المقصورة باش نصليوا فريضة الصبح، هذه كتسمى رغيبة الفجر وهذه فريضة الصبح، كيصلى الإمام وكيصلي بالمفصل بالمطول وكيقراها جهرا. اللي دخل الجامع وكان عنده متسع من الوقت، وقبل أن تجلس في المسجد لابد أن تقدم تحية، وتحية المسجد هي صلاة ركعتين. فأنت فقيه نفسك، إلا بالك بأن الإمام ديالكم كيتعطل واحد ربع ساعة عاد يخرج، صلي في الأول تحية المسجد ركعتين عاد صلي رغيبة الفجر. أما إذا كنت تخشى أن الإمام غادي يدخل قرب غيقيم الصلاة، فلك أنك تصلي رغيبة الفجر مباشرة. هو المفروض أنك لا تجلس في بيت الله من غير صلاة. اللي دخل شي مسجد ممنوع يجلس، خصو يحييه، والتحية دياله هي الصلاة. إذا كانت صلاة قائمة فهي تحيتها، ولا كانت راغبة في وقتها فهي تحيتها. أما من تعذر عليه أن يصلي، كان غير متوضئ أو كان شي مانع من الموانع، فتقوم مقام ذلك أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. هذا الذكر يقوم مقام تحية المسجد إذا من تعذر عليه أن يصلي. وجوابا على السؤال الثاني، ما هو دعاء القنوت؟ هو لما نصلي فريضة الفجر مع الإمام في الركعة الثانية قبل أن يركع الإمام يقول دعاء القنوت، اللي فيه هو ابتهال وفيه مناجاة للرحمن، ونصه أن يقول اللهم إنا نستعين بك ونستغيث بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونترك ما يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. هذا هو دعاء القنوت نصه كما جاء عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو ليس ملزم، هو إذا مرة يقيمه ومرة أخرى لا يقيمه، فمن إذا أقامه الإمام فله ذلك، وإذا لم يقيمه فصلته صحيحة. ولإذا كان الإمام يقوله أنت ما حافظش، كتقول أي ذكر، أي ذكر يقوم مقامه، سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك، أي ذكر مقامه تملأ به الوقت. الصلاة كلها ذكر وابتهال ودعاء لله، أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. ونواصل أحبابنا الكرام، واللحظة نأخذ مكالمة من مكناس مع أخينا مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي مصطفى يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. دكتور لاباس عليك، عواشك مبروكة. حياك الله خويا، بارك الله فيك. معك مصطفى من مكناس. يا مرحبا. الله يطول عمرك دكتور، وراك عزيز علينا وغالي على قلوبنا ومدمنين عليكم ومدمنين ذكر أستاذ. جزاك الله ألف خير، الله يرفع مقامكم سيدي. الله يطول عمرك، إذا كان ممكن أستاذ بغيت الرقم ديالك الله يسهل عليك ويطول لي عمرك. واخا خويا بإذن الله سي مصطفى. واخا أستاذ، الله يرحمك الوالدين دكتور. واخا الإخوان في الاسطوندار يعطوك الرقم بإذن الله، ونتواصلوا معك سي مصطفى. الله يحفظك وربي يرعاك وربي يبارك فيك، وكنحيي جميع الأحبة الكرام. الحمد لله احنا البرنامج ديالنا مفتوح يعني على مصراعيه، برنامج الأسرة، حتى في حاجة فيه ما هي سر ولا أي حاجة كتمس الحياة أو فيها حرج، الحمد لله الأمور ميسرة. كلما كان الإنسان يتكلم في العموميات ليستفيد الجميع، كنبغوا إن شاء الله تعالى الناس يفيدون ويستفيدون لتعم الفائدة على الجميع. كنبغوا نجعلوا من البرنامج بحال برنامج الأسرة، يعني أسرة، احنا كنا إخوة جالسين بعضياتنا وكنحكيو همومنا وكنحكيو مشاكلنا والصعاب ديال الحياة، وكل واحد كيقول مشكلته، وحنا كنحاولوا ما أمكن نفهم ونحلل ونشرح، واللي عنده علم آخر وأوفر فنحن سعداء به أنه يضيء لنا
ظلمات الطريق وأنه يرشدنا بما فتح الله عليه من فتوحات. فهنا بحل الأسرة والإخوة والأخوات جالسين بعضياتهم كيتكلموا على صعوبة الحياة، على مشاكل الحياة، على هموم الحياة. كل اللي عنده مشاكل مادية أي نعم، وكل اللي عنده مشاكل نفسية، وكل اللي عنده مشاكل فكرية، عنده وساوس وأوهام، وكل اللي عنده صعوبات من نوع آخر. فنحن نحاول فقط أن نخفف الألام، نحاول أننا نفهم حقيقة الحياة، ودوما نسترشد بكتاب الله عز وجل وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وغايتنا أن نوثق العلاقة بيننا وبين خالقنا عز وجل، هذا هو المفتاح. كلما وثقنا العلاقة بيننا وبين الله تعالى جاءتنا الفتوحات. شنو هي الفتوحات؟ هي أن حاجتك مقضية، سير راه حاجتك مقضية، عمرك تخاف وعمرك تحزن. وخطق على المشكلة أو الأزمة قل لها اشتدي أزمة تنفرجي، قد آن ليلك بالبلجي. وغتشوف الكرامات وغتشوف الرحمات والبركات ديال المولى عز وجل. الله يحفظ الجميع والله يستر الجميع ببركة النبي الشفيع، اللهم آمين يا أرحم الراحمين. ونتحول إلى إقليم الخميسات مع نسي محمد. السلام عليكم أمي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا الرجل الفاضل واش مبروكة. الله يبارك فيك مولاي، الله يعزك بعزه. والله يشافي لك الوليد، والله يفرحك، والله يفرح خويا سامي الرجل الفاضل. بارك الله فيك أخويا. ورا خويا ورا عزيز علي، والله يعمرها شلا. الله ينورك بالله. أشكرك أمي الحاج، والله يفرحك والله يدير عظامك في الجنة. اللهم أمين أخويا، بارك الله فيك. أمي الحاج اليوم طلعت عندك على حسب العواشر هذه، وأنا واحد الإنسان اللي في وضعية الإعاقة، وكان عرج برجلي، وكان طلب من خوتي المحسنين يتعاونوا معي باش نشري الحمى في هذه العواشر هذه، العام اللي داز معي تعمي الحاج. لا إله إلا الله. ثاني عيد ولا ثالث عيد عاد عطاوني الناس شوية ذوقوني. طلب من خوتي المحسنين خارج أرض الوطن وداخلين يدخلوا يكتبوا شجرة نور للمعاقين بالعربية في اليوتيوب. شجرة نور للمعاقين في اليوتيوب بالعربية، ويشوفوا الفيديوهات في التصويرة. ورا معايا الإخوان ساكن راهم كيبكيو من هذا المؤشر هذا. راهم كيبكيو أمي الحاج، راهم كيبكيو. اليوم المؤشر طالع معايا الأخ محمد نتارودان مسكين، راه كيبكي ودير فيديو وكيبكي، الدموع كيهبطوا من عينيه. يدخلوا يشوفوا حالة في التصويرة حرجة، يكتبوا شجرة نور للمعاقين بالعربية في اليوتيوب. شجرة نور للمعاقين في اليوتيوب بالعربية. واخا ان شاء الله مولاي، بارك الله فيك سي محمد، الله يفرج على الجميع، الله يفرج على الجميع. هي فعلا الوضعية صعبة شيئا ما، هو النظام العالمي كله في توتر، والاقتصاد العالمي في تراجع، مخلفات الكورونا وهذا الحروب الواقعة في بقع كثيرة من العالم خصوصا في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا وروسيا، والمشكل دي المحروقات والبوتاغاز وغيرها، ومع الجفاف، توالي سنوات الجفاف، كل هذه عوامل وغيرها، كاين المضاربة، كاين السمسرة، كاين أشياء أخرى. يعني هذه الحياة منذ أن كانت، منذ أن خلقها الله تعالى في عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، إلى قيام الساعة، الحياة هي هكذا، فيها مد وجزر، أخذ وعطاء، فكل يقوم بدوره. الدولة والحكومة كتقوم بواحد الدور ديال الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم الاجتماعي للمستضعفين، أكثر ضعفا حسب المؤشر ديال الحماية الاجتماعية. وكاين ناس آخرين تما عندهم ضعف كبير ولكن محتاجين للمساعدة. فهنا كيكون التضامن والتكافل، الدولة والحكومة من جهتها كتقوم بواحد الأدوار، والمجتمع أيضا يقوم بأدوار أخرى ديال المساعدة فيما بين أهل الخير، وكذلك الأسر والعوائل، عائلات فيما بينهم، القوي منهم يأخذ بيد الضعيف. هكذا ربنا أراد أن يرانا، وناظر كيف تصنعون. أكيد أننا احنا مقبلين على مناسبة دينية عزيزة وغالية ومقدسة، ذكرى عيد الأضحى أو عيد الأضحى المبارك. هذه مناسبة عيد الأضحى المبارك تتزامن مع موسم الحج الأكبر، وفي الغالب أن الناس كيعانيوا في هذه المناسبة، يكون دائما التفكير على الأضحية. كما شرحنا في حلقة الأمس، الأضحية هي سنة مؤكدة، ليست فريضة، هي سنة مؤكدة
على الموسرين من أمة لا إله إلا الله، سنة مؤكدة على الموسرين. أما اللي كيكون ضعيف أو محتاج فهو لا ليست عليه أي شروط. ولكن الإنسان كيبغي في هذه المناسبة يفرح وكيبغي يأكل اللحم، لأن الدهنيات إنسان الجسم يحتاج إليها، طبيعة بشرية. فإلى إجا العيد وما ذبحش وما كانش حتى هو عنده نصيبه من الطعام ديال اللحم ديال أضحية العيد، راه كيشعر بواحد الحسرة كبيرة، وكيشعر بواحد الحزن عميق، وكيلي كيغلق لي بابو كيبكي. حنا بغينا إن شاء الله كلنا نتعاونوا ونحاولوا ما أمكن كل واحد يبدا بالمحيط ديالو الأول. إلى كل واحد بدا بالمحيط ديالو غادي يقدر أن يحيد عليه الناس اللي هما في وضعية صعبة، ثم غادي كيمدد الدائرة كيوسع الدائرة حتى تعم الخيرات على الجميع. وكنبغي نقول للأحباب الكرام، راه دوما وأبدا إنسان ما يفقد الأمل، ما يخلي اليأس يتسرب إلى قلبه. لماذا؟ لأن لنا رب اسمه الكريم، هذا هو احنا سر غاية سعادتنا وسر طمأنينتنا، راهو أن لنا رب اسمه الكريم، واسمه اللطيف، واسمه الواسع، واسمه الباسط، واسمه الرزاق، واسمه الجواد. هذا هو سر قوتنا. وحنا كندعيو الله تعالى عمرو ما خيبنا وعمرو ما غادي يخيبنا، لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى، وإذا تجلى عليك بالعطاء والكرم فاضت عليك الخيرات. كان كيسميها ابن سينا نظرية الفيض، يعني تفيض الخيرات. ما نقولوا كاين أزمة، ما نقولوا واخا كاين غلاء الأسعار، واخا كاين مخلفات الكورونا، واخا كاين تداعيات الحروب، واخا كاين غلاء الغاز والبترول، واخا كاين اليد الخفية ديال السماسرة اللي كيتلعبوا في الأسواق. رغم كل هذا، هادشي كله هو عبارة عن غيض من فيض، والفيض هو ما عند الله تعالى. احنا اللي غنتواصوا به وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نكثر من ذكر الله، نكثر من الثناء على الله، وسوف ترى عجبا. لأن الله تكلم عن نفسه وقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. إذا أعطاك الله أدهشك. أسأل الله تعالى أن يفيض علينا وعليكم أجمعين بالخيرات وبالبركات، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون، إنه سميع قريب مجيب. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل معكم أحبابنا الكرام، ويسعدنا أن نستقبل المزيد من مكالماتكم. الآن نتحول إلى إقليم الراشدية، معنا للا خدوج. ألو، السلام عليكم عمي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عواشر مبروك عمي الحاج. الله يبارك فيك بنتي. عافاك عمي الحاج، دعي معايا مريضة الله يرحم لك الوالدين. الله يشافيك ويعافيك، لا إله إلا الله. عافاك عمي الحاج، واتصل واعطي النمرة ديالك الله يرحم لك الوالدين عمي الحاج. اش دارك بنتي خدوش، باش كتشعري؟ كنشعر بالقلق عمي الحاج، الخوف، ما تنعس مزيان، ما تناكل مزيان، تنمشي للطبيب تيقول لك ما بك والو، وما نعرف مالي شحال هادي عمي الحاج الله يرحم لك الوالدين. الله اكبر. شحال العمر ديالك يا خدوج؟ 34 عام عمي الحاج. عندك شي وليدات؟ عندي الوليدات عمي الحاج. الله يخليهم لك، الله يصلحهم يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا ربي عمي الحاج. واتصل بيا اخر البرنامج الله يرحم لك الوالدين. واخا بنتي خدوج، واخا الله يشافيك، الله يعافيك، لا اله الا الله. الله يرحم ضعفنا، الله يرحم ضعفنا. احنا جميعا مخلوقات خلقنا الله سبحانه وتعالى وكتب لنا نصيبا من البلاء. حتى الانبياء، حتى المرسلين، حتى الاولياء المقربين، كل شيء عنده نصيب من البلاء. وهذا البلاء علاش خلقه الله تعالى؟ قال لنا: ولقد خلقنا الانسان في كبد. في كبد يعني في مكابده، لابد ان تذوق من كاس المكابده. اي واحد يكون سلطان، يكون وزير، يكون مسؤول كبير، يكون مهما كان، لابد أن يذوق من كأس هذه المعاناة. لماذا؟ لأن الله تعالى وضعنا في هذه الدنيا في موضع الاختبار. الدنيا هي دار للاختبار، والآخرة دار للجزاء. ما ننسوش هذه الفكرة، دائما تبقى حاضرة عندنا. الدنيا هي ممر للآخرة،
فهي دار للاختبار والآخرة دار الجزاء. حنا كندوزو الاختبار وعليك أن تنجح. كل واحد فين كتجيه البلاء، كاين اللي كيجي في الصحة كيمرض، كاين اللي كيجي في الوليدات، كاين اللي كيجي في المال، كاين اللي كيجي في السمعة، كاين اللي في السعد، كل واحد فين جاتو. ولكن ربي قال لنا وناظر كيف تصنعون، وناظر كيف تصنعون، يعني اشنو ورد الفعل ديالك ملي غتكون في هاد المعاناة. لان خدوش دابا الان كتشعر بالقلق، كتشعر بالحزن، مشات على الطبيب عطاها شي دواء، لان المرض ديالك ربما هو مش عضوي. اذا كان طبيب اختصاصي في المجال الطبي العضوي غادي يكون خبير في الميدان ويعطيك الدواء المناسب. اما اذا كان المرض ديالك ليس عضويا فهاد الدواء ما غينفع. قد يكون المرض هو نفسي، لك المرض نفسي ماشي عضوي، نشوف طبيبنا ديال النفس، طبيب في المجال النفساني. وقد يكون ايضا المرض ليس نفسيا ولن يفيدك الطبيب النفسي بشيء وغيعطيك الادويه وغيرها، تبقى قد يكون المرض ربما عقلي، انسان عنده افهام وعنده تصورات معينه، ونمشي عند طبيب اللي هو عنده الدواء العقلي يعطيني الدواء وقد لا ينفع. فقد يكون المرض روحي، ومعظم الأمراض اللي هي سائدة عندنا وهي فيها الألم هي الأمراض الروحية، لأن عندنا انعكاس على النفس وعلى العقل وعلى الجسد. معظم الأمراض في الأصل ديالها هي أمراض روحية. الإنسان ملي كيواجه صعوبة وبغى يلقى وسائل الدفاع ويقوي جهاز المناعة، أول ما يبدأ به هو تقوية جهاز المناعة الروحي. الروح ديالنا نقويها، الجسم الروحي، هاد الجسم الروحي ملي كيتقوى كيكون عنده قدرة مذهلة على أنه يواجه جميع الأمراض النفسية والأمراض العقلية والأمراض البدنية. الجسم الروحي باش كيتقوى، هو الناس كلهم كيقول لك راك بالوضوء بالصلاة بالذكر، أي نعم، ولكن الروح ديالو ما هي؟ هو الاتصال الصادق والعميق والشامل بالله عز وجل. كاين بعض الناس كان كيتوضا وكيمشي للجامع وراه باقي مريض، لانه باقي مازال ما حققش الاتصال الحقيقي، ديك لا كونيكسيون، ديك الاتصال التحميل القوي. فلما يكون الانسان مع الله تعالى ما يخافش، ما يخافش. كاين الناس اللي عندهم مصائب لا تعد ولا تحصى وديما فرحانين، بحال القصه المعروفه ذاك الرجل الذي كان كل بلاء، كان فاقدا للبصر، وكان مقعدا في قدميه، وكان أبرصا في جلده، وكان فقير لا مال له، وكان هكذا ما، ومع كل هذا لا يرى إلا مبتسما. ودوما إذا كان وسط الناس يذكرهم فيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. والناس كيشوفوه مسكين هذا، شوف اش كيقول، هو اعمى ومقعد وابرص وفقير وكيقول هذا الكلام. شي مره شو واحد غاضه هذا الامر، شي واحد عنده المال وعنده الجاه والشباب ومع ذلك مريض نفسيا ومقهور، قال لي هذا بالله عليك بماذا فضلك الله تعالى؟ كتقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ياك انت فاقد للبصر ومقعد وابرص وفقير باش عطاك؟ قال لي اعطاني الكثير. قال لي فين هو هذا الكثير؟ فين هو نشوفه؟ فين هو؟ قال لي اعطاني مولاي، اعطاني قلبا خاشعا، واعطاني لسانا ذاكرا، واعطاني جسدا على البلاء صابرا. هذه عطايا عظمى، هذا هو اعظم عطاء، ان يعطيك الله قلبا خاشعا. القلب احنا كلنا عندنا قلوب، ولكن هل لدينا قلوب خاشعة؟ كتسمع القرآن الكريم فيخشع قلبك، كتسمع كلام سيد الأولين والآخرين فتشعر بالعجب وبالكرامة. لما قلبا خاشعة ولسانا ذاكرة، إنسان كيذكر الله إذا أكل الأكلة حمد الله عليها، وإذا شرب الشربة حمد الله عليها، وإذا نام النوم شكر الله عليها. هل أنت عندك لسانا ذاكرة؟ وجسدا على البلاء صابرة. رغم أن الجسد يحمل الأمراض ولكن لا يهم، كاين الناس اللي عندهم سرطانات وكتلقى مبشور وفرحان كيقول لك الله
عطاني مولاي جسدا على البلاء صابرا، راه مريض والأدوية والوخز بالإبار وربي العالم به، وكيد التصفية ديال الكلي، ومع ذلك يقول لك ربي أعطاني جسدا على البلاء صابرا، نعمة. كي الله يسترنا ويستركم، كيوقع لي غير ألم ديال السن ديال الدرسة، أو كيجي غير واحد الصداع ديال الشقيقة، أو ألم خفيف وكي يتذمر ويستاء. الدنيا هي هكذا، إما أن تقبل وإما لا تلومن إلا نفسك. فاحنا اش غنديروا؟ غنقبلوا، عندنا الرضا، والرضا باش غادي يجي؟ ديما كنقولوا عند شروق الشمس وعند غروبها، ملي كنفيقوا في الصباح، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. ولا بغيت الرضا يوقع لي في القلب ديالي، دائما صلي ركعتي الضحى في الصباح مع 8 9 الصباح، ونقرا سورة الضحى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وغتشعر بالرضا. وبالبعد تبارك المشاكل ديال الدنيا كلها، عوض ان تكون في قلبك وتملك عليك كيانك، غتعود مشاكل الدنيا في يديك، شد بحال الحفنه ديال الدنيا كلها، غتبان لك في يديك حفنه، اللي جابها مولانا مرحبا بها، واللي ضاعت الله يعوض محسن منها. هكذا القانون، هكذا الدنيا. المؤمن في هذه الدنيا اما ان يكون منعما مرفها، يعني كثير النعم ديال الله لا نحصيها، ملي كيعطينا الله النعيم الخيرات والاموال والاولاد وكل، نشكر عند النعماء. ومره يتفكرنا مولانا وكيعطينا واحد البلاء، ماذا نفعل؟ نصبر. المؤمن عند النعماء يشكر، وعند البلاء يصبر، وعند الذنب يستغفر. احنا ماشي معصومين، احنا في الدنيا معرضين للخطايا، معرضين للسيئات. إنسان كيوطد نفسه كيقول أنا غنكون مزيان وأنا غنبعد على المحرمات، ولكن واحد النهار كيضعف وكيعاود يوقع في واحد الخطيئة. كل واحد فين جاته، كاين اللي عنده عدم غض البصر، كاين اللي كيوقع ليه الغيبة والنميمة، كاين اللي كيمد يده إلى أموال الناس، كاين اللي عنده حسد في قلبه، هذه ذنوب. فالإنسان إذا وقع على مشي يقلع ويستغفر، هذا هو المؤمن. عند النعماء يشكر، وعند الضراء يصبر، وعند الخطيئة استغفر. ديما المؤمن استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حينما تستغفر المولى عز وجل يغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، بل ولو كانت مثل أوراق الشجر، بل ولو كانت مثل عدد رمال الصحراء. وبعد أن تواظب وتداوم على الاستغفار، الله تعالى كيحبب لك الطاعة ويكره إليك المعصية. فيما كتكون شي طاعة كتلقى حبيبة إلى قلبك، جا وقت الصلاة الله الأذان نصلي، جاء وقت القرآن أستمع لكلام الله، جاء وقت الصيام نصوم ونحن فرحانين، جاء موسم الحج أشواقك في قلبك. وهكذا كلما كان طاعة قلبك يشتعل، وكل ما كان سيئة الله تعالى يكره نفسك. كتشوف ناس جالسين على الخمر وعلى الاختلاط والموسيقات والإباحية، كتقول هادشي لا يغريني، هذا لا يغريني، لأن الله تعالى حبب إليك الطاعة وكره إليك المعصية. هي شهوة، هي لذة، هي متعة، لكن تغيب لك فيها غير أنها مجلبة لغضب الرحمن. وأستحي أن ينظر إلي ربي وأنا في هذه الحال. هذا المواظبة على الاستغفار، لكي يستغفر يستغفر. وربي عز وجل قال لنا لولا أنكم تذنبون فتستغفرونني لذهبت بكم وجئت بقوم آخرين يذنبون فيستغفرونني، لأن اسمه الغفار. إذا كان الإنسان لا يخطئ معنى أنه لا يستخدم اسم الغفار، صفة الغفار عند الله تعالى. فلله خدوج، الله يشفيك ويعافيك، نطلب الله سبحانه وتعالى هو يدويك بدوائه، هو يعالجك بعلاجه. غير خذي الدنيا، خذيها ببساطة، لا تعظمي شأن الدنيا، ما تكبريش المسألة، خلى في يد الله. قولينا ملي غنبغوا نعسو بعد قليل غنستقبل القبلة ونقول الدعاء الماتور، اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك ورسولك الذي أرسلت. كتقول هذا الكلام وكتفوض الأمر إلى الله تعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ملي غتفيق في الصباح الباكر غتبدل عندك النظرة للحياة والإحساس للوجود، وغتشعر بأنك قوي وأن مقبل على الدنيا، وأن المشاكل كلها صارت صغيرة أمام عينيك، وأنك صرت تتعالى عليها، والله تعالى يعطيك المدد.
أسأل الله تعالى أن يشافي الجميع ويحفظ الجميع ويبارك في الجميع ببركة النبي الشفيع. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. نتحول إلى إقليم تونات، معنا السي خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الدكتور كي داير؟ لاباس بخير. لاباس مولاي، بارك الله فيك. كنشكرك دكتور طيب، إنسان طيب، كلام طيب من فم إنسان طيب. الله يحفظك مولاي، بارك الله فيك. ويخليك لنا بركة في هذه الإذاعة، وكنشكر طاقم ميد راديو ومستقبل المكالمات. بارك الله فيك أخويا. اش غادي نقول لك، البارح بكيتيني يا دكتور صراحه. لا اله الا الله. في الختام راه شدت لي الاذاعه يعني بواحد الصعوبه باش ديتها، وكنت في نفس المكان اليوم مقطوعه، في نفس المكان كنت، واليوم عندنا الاذاعه مقطوعه هنا ربما في اقليم تونات. ان شاء الله نخبروا الاخوه التقنيين باش يعاودوا يشوفوا المشكل باذن الله. حتى واحد السيد فاش صونات عليا النمره ديالكم، واحد السيد كان معايا بغى يتصنت، ولكن للاسف الاذاعه مقطوعه ربما. ان شاء الله تصلح باذن الله قريبا ان شاء الله. قلت لك السيد طيب كريبان. نعم سي. ديجا كنت استمعتك، انا كنت من المستمعين الاوفياء ديالك، ولكن من بعد يعني ابتعدت على الميديا، ما بقيتش كنتصنت مده سنتين ربما، اما من 2016 وانا كنستمع لك. بارك الله فيك. وسبق لي سمعت منك واحد الكلام، يعني قلتي بان العلماء اكتشفوا بأن العلق يشبه مثلا الجسم إنسان ولا ربما بحال هكا. نعم. المهم سمعت هذه القضية من عندك. دابا اللي بغيت نقول لك دكتور، يعني أنا ذاك السيد اللي هضرت ليه قلت لي اسمع ليه، ذاك دكتور ربما دكتور هو عبد الدائم كيحل. نعم، هذا عالم سوري مختص في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. ايه، ولكن على ما لاحظت نفس الكلام عندهم هو والنابلسي. داك النابلسي نعم، توا عالم سوري ايضا عنده اختصاص في البيان والاعجاز. لما تكلموا عن البعوضه يعني قالوا وضعوها تحت المجهر، نفس الكلام النابلسي ولهذا السيد هذا عبد الدائم كهل، يعني قال لك وضعوها تحت المجهر فوجدوا لها عندها ثلاثة قلوب، مئة عين، كذا وكذا وكذا. ولكن أنا اللي بغيت نهضر معك على المراحل ديال التكون ديال البعوضة. مثلا البعوضة هما علميا كيقول لك البعوضة كتكون يعني كتولد على شكل، كتولد في الماء، كتولد بيوض يعني بيض، مجموعة من البيض. ولما يعني واحد مع دابا الحراره مثلا كتضرب واحد 3 ايام كيفقس داك البيض، كيعطينا داك بوزريوط او زريوطه كما كنقولوا حنا الناس ديال العروبيه، وهي العين كيسميها يرقه ربما. نعم يرقه، يعني هذيك اليرقه قال لك هما هي اللي كتحول الشرنقه او العذراء وكتعطينا بعوضه. سبحان الله. لا يعني غلط هذا الشيء، راه ما كاينش ان الشرنقه ما يمكنش تحول من سميتو من يرقه، يعني اليرقه هي داك بوزريوط او زريوطه كما كنقولوا حنا الناس ديال تاونات. نعم. ولكن هي راه ما غاداش تحول وتعطينا انثى البعوضه. انثى البعوضه دكتور يعني انثى البعوضه لها علاقه بالعلق، يعني العلق هو اللي كيعطينا انثى البعوضه. وهذا العلق هذا يولد في الماء على شكل يعني سائل منوي. نعم. كيولدوا ذكر البعوضه. وهما في الحقيقة في البيئة اللي عايش فيها أنا، مع دابا أنا باحث في هذا المجال يعني منذ سنوات، يعني ما في المجال البيولوجي في القرية والبادية عن الحيوانات والحشرات. أها، ولكن يعني إلا ما كنتيش عندك دقة الملاحظة ما يمكنش تكتشف حتى شي حاجة في هذا الشيء. فضروري تعتمد على البصر وعلى العقل وكتفكر، يعني وهذا يعني بصعوبة باش تعرف هذا الشيء، مثلا صعيب باش توصلت للمسائل. يعني ذكر البعوضة حتى شي واحد في الخبراء ما ذكروا، أو ذكر العلق اللي هو عنده علاقة بالإنسان، يعني البعوضة لما كتجي تلسعني أنا بالليل كتاخذ داك الدم مباشرة للماء اللي فيه مخلوقات أخرى كتغذي به داك المخلوقات من بينها العلق. سبحان الله. يعني هذا العلق هذا عنده علاقه بالانسان، يعني البعوضه هي اللي كتجمع الانسان. ضروري اصلا هذا العلق هذا شفاف، هو شفاف، ولكن لما يتغذى على دم الانسان يصير لونه احمر. هذا العلق لونه احمر، والطول ديالو لا يتجاوز 1 سنتيمتر. سبحان الله.
يعني هذاك الأنثى البعوضة ماشي أصلها يرقة مثلا أو بيضة. الأنثى البعوضة كتجي من العلق. هذاك العلق كي يعني منين كيتوقف هذاك العلق سي طيب كريمان. نعم ولي. أنا كنربيه يعني كناخذو على شكل سائل منوي وكنربيه واحد المدة ديال 3 أيام كيتحول العلق. سبحان الله. يعني هو يعني صعيب باش تشوفو بعينك خصك مكبر باش تشوف داك العلق. هو ربما بيض هو يولد في سائل يعني سائل يحتوي على بيوض بعد 3 أيام كيتحول مباشرة إلى علق صغير الحجم حتى نقدر أنا نشربه مثلا من البير ما نشوفوش. وكيسبب الالام الانسان في الامعاء ديالو في البطن ديالو الامعاء ديالو. برافو عليك. وكتسمى العلقه هي العلقه كيسموها القولون العصبي. القولون العصبي او ديك السينتا وهذا كلها جايه من الماء تقريبا. نعم. بغيت نقول لك انا يعني هذا العلق هذا هو كيتغذى على الدم وعلى واحد الماده كتنتجها اليرقه كتبقى تلوح عليه وهو في الماء كيتغذى عليها يعني كيشوف هو ذاك الماده وكيطلع هكا وكيشوفها. يعني انا سبق لي صورت هذا الشيء وفتحت واحد القناه درت فيها عند دابا القناه مشات لي انا ولكن باقي الفيديوهات فيها. نعم. ان انكر الاصوات لا صوت الحمير. يا لا اله الا الله. انت في الباديه في وسط البهائم والحيوانات هنيئا لك منظر جميل في جوف الليل. واحد الجو عندنا واعر مع اليوم الحراره يعني حراره مفرطه وتا دابا راه كاين حراره باقي الجو سخون ولكن مع داك 12 ديال الليل كيبرد الحال وحتى البعوضه كتنشط لما يكون الجو سخون دكتور يعني دغيا كتفقص البيض مثلا الا كان غيفقص في ظرف 3 ايام غادي يفقص غير في 24 ساعه. سبحان الله غيتكاثر. هي كتولد مجموعة من البيوض يعني ما يقارب 100 أو أزيد من 100 بيضة. ما شاء الله. المرأة كتولد واحد في 9 شهور أو في العام أو في العامين وهي كتولد كتبيض أكثر من 100 في اليوم والليلة. لا غير في الليل كتبيض بالنهار ما تبيضش. سبحان الله. في النهار ما تبيضش كتبيض بالليل. أنا كنصب لهم الماء وكيجيو كيبيضوا فهمتي يعني أنا. أنت كسبهم كتكسب هاد الحشرات ديال المختبر ديال شي مجال ديال البحث العلمي حسن. كنربيهم لا دكتور انا ما قاريش انا. نعم. انا للاسف الشديد خرجت من المدرسه خرجت طل نيشان ما كاينش زعما نقول لك راه خرجت قاري من المدرسه. ولكن الكلام اللي كتقول دابا الان كيقوم على الملاحظه وكيقوم على التجربه وكيقوم على البحث العلمي. الكلام اللي كتقول هذه ملاحظات مهمه في عالم الحشرات في البيولوجيا. يعني ولكن انا نقول لك الخبراء يعني ما تكلموش على هذا العلق هذا وعلاقته بالانسان وكيتغذى على الدم مثلا واش يقدر ينقل لنا الامراض مثلا بعوضه تجي تلسعني انا وتلسعك انت مثلا هذا الشيء اللي بغيت نقول لك انا يعني الدم ضروري باش تكون البعوضه يعني بحال تقول اصلها دم واحد الماده كتنتجها في الماء يعني من ذاك التراب اللي في الماء كتنتجها ذاك اليرقه ديالها كتغذي بها العلق حتى هي العلق يتغذى على الدم واحد الماده بيضاء اللون على شكل زبده مثلا كالزبده. نعم. في الصيف عاده بعض الاماكن كيكون فيها هاد الحشرات بحال الناموس بحال كيلسعوا بالليل كيزعجوا الناس بالليل يعني انا عندي واحد البير بجانب المنزل يعني وعندي مصنع ديال البعوضه مصنع يعني خدام 24 ساعه على 24. سبحان الله. يعني الانتاج ديال البعوضه كل ليله يعني راه غادي تخرج واحد 100 بعوضه مثلا ولكن ملي كتشتد الحراره كيزداد العدد يعني العدد كيتضاعف مثلا ب 10 مرات او اكثر في البرد ما كتكونش بحال كتنقارد. سبحان الله. سبحان الله. في البرد البعوضه كتنقارد. سبحان الله لا اله الا الله. ولكن هذاك العلق كيبقى في ذاك التراب اللي في قعر البئر مثلا او في المستنقع او في العيون كيبقى ذاك التراب اللي في القعر ديال تحت الماء هذيك العلاقه دكتور درتو في الكونجيلاتور يعني ما كيتاثرش لما يرجع الماء للطبيعه ديالو حتى العلاقه كيرجع للحياه. سبحان الله العظيم. وبعوضه فما فوقها اش تيقصدوا بها؟ فما فوقها انا نقول لك فما فوقها كيقصدوا بها الذباب وباقي الحشرات. اما فما فوقها يعني ديجا لقيت بعوضه انا ولكن هذيك البعوضه كنسميها انا البعوضه ديال الكلاب او ديال الحيوانات ما كتقربش عندنا احنا كبشر. خاصة بالكلاب ولا القطط؟ خاصة بالكلاب يعني أي حاجة كيكون فيها ذاك القراديات أو القراد كتكون هذه البعوضة هي اللي كتعطيهم ذاك المخلوقات اللي هزها فوق دارها هما اللي كيتحولوا القراديات من مصاصين الدماء يعني كيمصوا الدماء.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كان عندي شرف الله قدركم كلب كيدخل عندي المنزل فين كاين أنا، وكانت كتبعو داك البعوضة اللي يعني كبيرة الحجم، ما ليست كالبعوضة اللي كنتكلم لك عليها اللي كتخلق من الماء. ما شاء الله، خاصة بالكلاب ما تقرب للإنسان. صنع الله الذي أتقن كل شيء. تمشي عند القنافذ، عند الأرانب، عند يعني الأرنب، أي حاجة كيكون الجسم ديالها كيكون فيه القراد، تعرف القراد اللي أي نعم هذاك فين ما كنعرف أن ديك البعوضة هي اللي وراه، يعني هي كتحمله فوق دارها. أنا لقيت 6 مخلوقات والله يسمح لنا حرقتهم بالبريكة، يعني منين تأكدت منهم لقيتهم هما ذاك المخلوقات اللي كيقول لك لا يحرق بالنار إلا الله، إلا خالق النار مثلا. نعم. سيدنا سليمان قال لهم لا تحرقوا، لا يخلق، لا يحرق بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. على كل حال سي خالد الكلام معك جميل جدا وفي استفادة كبيرة، ويبدو أنك الحمد لله عندك خبرة في مجال الحشرات وفي العالم القروي، وخاصك جلسة خاصة طويلة يكونوا معنا بعض الناس المختصين في عالم البيولوجيا ونعرفوا الأسباب وأيضا نشخص هذه الوقائع، ثم الأدوية اللي هي كتكون حافظة للإنسان من هذا الأذى. كنشكرك السي خالد. شكرا على واجب دكتور سلام، الله يعاون. الله يرحم الوالدين. أدركنا الوقت، الساعة تشير الآن قريب إن شاء الله تكون 10 ليلا. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى ونختم هذا المجلس، نسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما غانما معصوما، ولا يجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. نسأل الله تعالى أن يكثر خيراتنا وأن يرخص أسعارنا وأن يبارك لنا فيما أعطانا ويزيدنا خيرا منه، ونسأل الله تعالى أن يفرج الهم عن المهمومين وينفس الكرب عن المكروبين ويقضي الدين عن المدينين ويشافينا ويشافي مرضى المسلمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا السعادة والهناء والطمأنينة والسكينة، ويرزقنا بر الوالدين أحياء وأمواتا، وأن يرزقنا الاستقرار الأسري، وأن يرزقنا الحلال الطيب، ويختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.